صباح الخير، أنا اسمي عبير البتمة، ساكنة في مدينة نابلس بفلسطين. أهلا وسهلا فيكم بيوم من أيام حياتي. أنا مهندسة مياه وبيئة. أول شي بعمله هو أصحي أطفالي الاثنين الأكبر، بحضر لهم سندويشاتهم وبجهزهم للمدرسة. بعدين بجهز حالي أنا وبعمل قهوتي مع زيت جوز الهند لأبدأ فيها يومي. بعمل في مدينة رام الله على بعد حوالي ساعة، وهلأ بقدر أعرف نفسي إلكم ليس كأم ولكن كمهندسة بيئية ومنسقة لشبكة المنظمات البيئية الفلسطينية أصدقاء الأرض فلسطين. مثل ما أنتم شايفين المناظر الطبيعية الفلسطينية الجميلة اللي بتلهمني لبعض الحملات اللي بعمل عليها، وهي جزء إيجابي من تنقلاتي بين المدن. مريت عبر الوديان الجميلة مثل ما أنتم شايفين، فهي مبنية على شكل مدرجات أو مصاطب زراعية كنهج طبيعي للتكيف مع التغيرات المناخية وتآكل الأرض وتجنب لهدر المياه. أنا الآن في مدينة رام الله. كاسة القهوة ما بتلحق نشربها بالبيت، بشربها بالطريق، وهيك ببدأ يومي بالشغل بمتابعة الحملات البيئية. ومن بين هاي الحملات حملة العدالة المناخية واللي مش ممكن تحقيقها دون تحقيق عدالة النوع الاجتماعي. هلأ رايحة على اجتماع مع أحد أعضاء الشبكة. حالياً بقوم بإعداد دراسة للوضع البيئي في منطقة العزب غرب قلقيلية، وهاي الدراسة راح تشمل كافة القضايا البيئية من مياه، نفايات صلبة، وأيضاً الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة. وهلأ رايح على اجتماع تاني مع سلطة جودة البيئة لنقاش موضوع إعادة تأهيل أحراش عنبتة. من المهم جدا وجود نساء على الطاولة عندما يتم اتخاذ قرارات بشأن البيئة. وهلأ في طريق العودة للبيت، للأسف أزمة بسبب وجود الحواجز الإسرائيلية. بالرغم من أن المناظر الطبيعية جميلة، ولكن من المحبط جدا أن نرى أثر الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وخاصة الأراضي الزراعية لشق الطرق وبناء المستوطنات. وكمان بتأثر الأشجار غير الأصلية المزروعة في المستوطنات مثل السرو على التنوع الحيوي الفلسطيني. وبرجع للبيت لأطفالي وكل حب بعد يوم طويل في العمل، بساعدهم في أداء واجباتهم المدرسية، طبعا مش الكل، وبنتناول العشاء مع بعض. اليوم طبختنا ورق عنب. قبل النوم بستمتع ببعض الوقت لنفسي في ممارسة هوايتي الجديدة. النساء الفلسطينيات قائدات، نحن صانعات التغيير لتحقيق عدالة مناخية. طموحنا دعم وتقدير أكبر لقدراتنا لنتمكن من بناء مستقبل مستدام. سلامات.